مساء الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير ودايما في صحة وسلام. شايفين الواد الأمور الحلو دوت؟ تعالوا نشوف النهاردة قصته إيه. الولد الأمور ده، الولد الأمور ده اسمه أبانوب، طفل عنده 6 سنين من الصعيد. كان كل ما ياخد مصروف يحطه كله في الحصاله، لحد ما يوم في يوم بالليل مامته دخلت عليه الاوضه، لقيته واقف قدام صوره المسيح وبيصلي، بيقول يا رب الاستاذ بتاع مدارس الاحد قال ان مكتوب لو كان عندكم ايمان زي حبه الخردل تنقلوا بالجبال. وانا بصراحه مش عايز انقل الجبال يا بابا يسوع، انا عايزك تشفي بابا. انا حوشت فلوس دي كلها من مصروفي عشان تاخدهم وتعمل العملية لبابا، لان الدكتور بيقول ان بابا هيفضل نايم على طول ومش هيصحى ورافض الدكتور يعالجه، بس انا واثق فيك. فضل الولد منتظر ان ربنا بابا يسوع يطلع من الصورة وياخد الفلوس، لكن منتظر وقت طويل ومفيش اي حاجة اتغيرت ولا حاجة أي حاجة اتغير حصل لغاية ما فضل فقد الأمل وفضل يعيط جامد. في لحظة عياطه دخلت عليه مامته وقالت له ما تزعلش ربنا بيحبك. قال لها لا ما بيحبنيش، عشان ربنا رفض ياخد الفلوس ويعالج بابا. مامته حضنته جامد لمدة طويلة وفضلت تعيط معاه لغاية ما الولد نام في حضنها. تاني يوم الصبح قام أبانوب من سريره وبص لصورة المسيح والفلوس قدامها زي ما هي، قال له على فكرة أنا زعلان منك ومش هقول لك صباح الخير. حتى طلع الصالة لقى مامته محضرة الفطار ومجهزة شنطته عشان يروح المدرسة، لكنه رفض أبانوب يروح المدرسة وطلب إنه يزور باباه. فضلت مامته تتحايل فيه انه يروح المدرسة لكنه رفض بشدة وفضل يعيط جامد. فجأة رن تليفون البيت، كانت مكالمة من المستشفى لأم أبانوب طالبين فيها انها تيجي بسرعة عشان حالة الأب غير مستقرة والقلب وقف وبيحاولوا يشغلوه بجهاز الصدمات الكهربية. وكأني أبانوب حاسس بأبوه، بسرعة نزلت الأم وابنها على المستشفى. وهم نازلين من على باب الشقة كان في صورة للمسيح مكتوب عليها تعالوا إلي يا جميع المتعبين وأنا المتعبين وأنا أريحكم. بص أبانوب للصورة وقال ما تكلمنيش أنا مخصمك، ومشي. فضلوا منتظرين في المستشفى بدموع وصراخ لغاية ما طلع الدكتور وقال فين أبانوب. الأم استغربت جدا وقالت له ماله أبانوب. بص لها الدكتور وهو على وشه علامات التعجب الشديد وقال لها إحنا جوه حصلت حاجة غريبة، جوزك مات وحي من تاني، مش لاقيين أي سبب علم اللي حصل. خلايا المخ كانت واقفة وفجأة المريض فاق كأنه مفيش أي حاجة. وأول ما فاق طالب إنه يشوف أبانوب ضروري. دخل أبانوب ومامته فرحانين جدا، لكن باباه أول ما شافه بصله بفرح شديد جدا وقال له ربنا بيقول لك العمليات عنده ببلاش. الله الله عليك يا يسوع يا حنين، الله عليك يا أبو القلوب، الله عليك يا حبيبنا يا يسوع. نشكرك على حبك وحنانك وليك كل المجد والكرامة والمجد أمين. سلامي لكم جميعا، سلامي لكم جميعا. ما تنسوش تفعلوا الجرس، تدوسوا على الجرس
وتدوا لايكاتكم الجميلة. منتظركم، شكرا ليكم وتعليقاتكم. سلامي لكم جميعا.